هنتكلم النهاردة عن أفضل أنواع مرطبات للبشرات الدهنية والمختلطة المعرضة للحبوب، وكمان عن البشرات الجافة والعادية. النهاردة أنا هقول لكم أنواع أنا واثقة إن أول مرة تسمعوا عنها. هنتكلم عن أنواع اقتصادية محدش بيجيب سيرتها خالص، وهنقول مميزات كل نوع وإيه اللي ينفع في الصيف وإيه اللي ينفع في الشتاء وإيه اللي ينفع لو عندي حبوب، إيه اللي يتحكم عندي في الإفرازات الدهنية، طب لو أنا بشرتي جافة حساسة أستخدم إيه، بشرتي فيها إكزيما، كل الحاجات دي هلمها لكم بسرعة جدا. أول حاجة بالنسبة لمرطبات البشرة الدهنية، فأنا بقسمها لحاجتين، بقسمها للحاجات اللي في شكل جل، وبقسمها للحاجات اللي بتكون في شكل مثلا زي حاجه زي اللوشن كده او كريم خفيف او فلويد كده. بالنسبه للحاجات اللي في شكل جل فعندنا انواع كتير، الحاجات دي طبعا بنستخدمها في الصيف وبفضلها للبشرات المعرضه للحبوب، الناس اللي مش عايزه اي ملمس خالص على بشرتها، خايفه من كل الانواع، عايزه حاجه جل خفيفه مش بتستحمل تحط حاجه على بشرتها، بشرتها بتزيت وبتعرق جامد. اول نوع عندنا نوع اسمه الميلانسينول جل، بس خلونا متفقين ان كل انواع الجل ترطيبها مش اقوى حاجه، ترطيبها خفيف مناسب بس للصيف خلاص. في عندنا نوع اسمه ميلانسينول جل، ده حلو جدا في اقتصاديه مش بيطلع حبوب، بتحتاجي تحطيه مرتين لثلاثه، ملمسه حلو تحت الميك اب عادي جدا او تحت حتى الصن بلوك اللي انت بتحطيه، في حدود تقريبا 60 جنيه او حاجه زي كده. تاني نوع عندنا وهو نوع اسمه الشان جل، الشان جل مشكلته ان هو جل رخم شويه، يعني جل تقيل شويه فبيلزق البشره، انا كبشره دهنيه ممكن ما استحملوش قوي في الصيف بصراحه، فانا شايفاه انسب للبشرات المختلطه. ولو انت عايزه تخلصي من التلزيق ده بتحطيه على بشره منديه، هتلاقي احساس التلزيق ده راح، فهو حلو للبشرات المختلطه المعرضه للحبوب، شايف ان ده انسب حاجه ليها. ومست ان هو فيه منه عبوه صغيره في حوالي 90 جنيه، فسعرها معقول نقدر ان احنا نجربه لو احنا عايزين نجربه. ده تاني حاجه معانا. الحاجه الثالثه معانا في نوع اسمه الوجين جل، الوجين جل ترطيبه خفيف جدا، فيه نيسيناميد فبيتحكم في افرازات الدهون، مناسب للبشرات الدهنيه والمختلطه في الصيف فقط، في الشتاء مش هيكون ترطيبه مناسب. النوع اللي بعد كده معانا وده نوع اكتشاف، حاجه من ايفا اسمها الهيالورونيك دي جل، ده في حدود 100 وشويه، ده حلو قوي بقى للبشرات برضو المختلطه والدهنيه، ويمشي مع الجافه والعاديه كحاجه زي كده كاني بستخدم بديل لسيرم الهيالورونيك. هقول لكم ببساطه، لو انا بشرتي دهنيه او مختلطه بستخدمه هو المرطب لوحده، يعني بحطه على بشره بندي بشرتي ميه، او احط مثلا سيرم قبله فيه نسبه ميه وبحط الجل ده عليه، بيدي بصراحه مرونه حلوه ترطيب للبشره ومناسب للصيف. طب لو انا بشرتي جافه او عاديه، اندي بشرتي بميه واحط الايفا هيدرونيك دي جل ده، وبعدها احط المرطب اللي انا متعوده عليه، فده الاستخدامين بتوعه. ده برده مرطب حلو جدا وبيديني مرونه وترطيب عالي في البشره وشويه نضاره، لطيف جدا قبل النوم. الانواع اللي بعد كده بقى في الجل عندي في رينج كده من موبانا، في نوع كده بفيتامين سي وفي نوع بالهيالورونيك، اللي انا شفت عنه فيدباك هو اللي بالهيالورونيك، ده برده جل خفيف خالص للبشرات الدهنيه او المختلطه المعرضه للحبوب، مجرد ترطيب خفيف كده مناسب للتلزيق والتزييت اللي بيحصل في البشره في الشتاء، ومش هيطلع لي حبوب وكميته كبيره ويعتبر فئه اقتصاديه بيقعد كتير يعني. وفي نوع انا رشحته قبل كده انا بحبه برده من النوعيات دي، وهو الجل اللي هو بتاع جل الحلزون، هسيب لكم صورته على الشاشه، برده خفيف جدا لايت كده وليه استخدامات كتير، ممكن استخدمه مع الشيفنج، استخدمه وانا بشيل الشعر بالشفرات، يهدي البشره لو انا في شويه احمرار من الشمس، لطيف قبل الميك اب، بشرتي بتزيت وعايزه حاجه مش تقيله استخدمه، وبيقعد كتير قوي كميته كبيره جدا بيخلص تقريبا. خلاص دي كده الرينج بتاع الجل. ندخل بقى على الحاجات اعلى شويه، الحاجات دي اعلى ليه؟ لان هي بتدي بنفت للبشره، فيها مواد فعاله بتتحكم بالافرازات الدهنيه، مواد بترمم البشره، ترطيبها عالي بقى، تنفع صيف وشتاء ومش هتسد لي المسام ومش هتزود لي الحبوب، وفي نفس الوقت تنفع لو انا بعمل تقشير للبشره، يعني لو انا بستخدم اكريتين، بستخدم ادابالين، بستخدم ريتينول، بستخدم سيرم نيسيناميد 10%، بستخدم حاجات بتنشف البشره، فالبشره بقت محتاجه نسبه ترطيب اعلى، حتى لو انا في الصيف استخدم المرطبات دي. في عندي نوع اولاني من ليلاك، المرطب ده انا بحبه جدا، هو شبه اللوشن كده، في نياسيناميد بتركيز عالي، في مواد مرطبه للبشره، ترطيبه فعلا ده شغال بقى صيف وشتاء عادي خالص، وشغال لو انت بتستخدمي اكريتين وادابالين والحاجات التقيله دي، لانه بيساعد على ترميم البشره، حجمه كبير، سعره فئه بقى اعلى شويه، يعني تقريبا في 200 وي تمام. وخليكم معايا لان الانواع اللي فيها نياسيناميد بتركيز عالي دي انا هقول يعني تحذير بخصوصها. في نوع تاني انا جربته برده حلو قوي اسمه نسيسي، نسي
السيسي ده برضو فيه نياسيناميد، فيه حاجات اللي تتحكم في الافرازات الدهنيه وحاجات مضاده للبكتيريا وكده، بينفع في الصيف وفي الشتاء، ترطيبه قوي جدا، ده برضو انا بحبه. في سيبا كلار حياه برضو بيعتمد على ان هو فيه تركيز عالي من النياسيناميد اللي بيتحكم في الافرازات الدهنيه. الثلاثه دول بقى في نقطه بخصوصهم مهمه جدا الناس بتغفل عنها، ان هم فيهم تركيز عالي من النياسيناميد. النياسيناميد هتلاقوه في اول المكونات خالص، يعني رقم 2 رقم 3 حاجه كده او رقم 4 حتى. فالنياسيناميد من المواد اللي هي بشرات كتير بتتحسس منها، ما بتستحملهاش، عامله زي فيتامين سي كده، مش بيمشي مع كل البشرات. فتلاقي في ناس كتير تيجي تستخدم المرطبات دي تتبسط منها وتبقى تمام معاها، ما عندهاش مشكله مع النياسيناميد. ناس تانية تستخدمها تطلع لها حبوب، تطلع لها ايه، تلاقي كده حبوب زقننه كده في البشره والبشره اتحسست كده، يعني تبقى مش مبسوطه منها. فدي حاجة أنا مش هعرفها غير بالتجربة. لو أنا بالفعل عارفة إن أنا عندي مشكلة مع النياسيناميد من سيرم استخدمته أو من أي حاجة، يبقى خلاص مش هتناسبني الأنواع دي. لكن لو أنا ما عنديش مشكلة مع النياسيناميد، الأنواع دي ممتازة جدا 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 وهتبسطوا منها، لأنها ترطيب عالي مش بتطلع حبوب، شغالة صيف شتاء. ايه بقى النوع اللي انا بحبه للبشرة الدهنية في السيف سايد، مش بيعمل مشاكل مع حد، انا بحب رشحه لما تبقى في واحدة لا هي عارفة نوع بشرتها ولا عارفة ايه اللي بيناسبها واللي مش بيناسبها، وبشرتها كده كومبليكيتد شوية بالنسبة لي، فبقوم قايل لها استخدمي ده. هو نوع اسمه بوكيتو. بوكيتو ده انا بحبه، هو ما فيهوش نياسيناميد، فيه سيراميد، حمض هيالورونيك، قوام خفيف جدا، امتصاص سريع جدا، مش بيسبب اي ملمس دهني، مفيش حد هيشتكي منه من الاخر، في مواد كمان شغاله مضاد للبكتيريا، فبيدي الى حد ما ترطيب وبنفت للبشره، مرونه، ترميم حاجز بشره، ومش هيعمل لي اي مشاكل، ما فيهوش نياسيناميد ده خلاص. ولا في كمان حمض سلسلك، عشان ساعات في مرطبات يبقى فيها حمض سلسلك برده تحسس بعض البشرات. فالبوكيتو ده اللي مش شايف خالص ومش فاهم حاجه ومش شايف حاجه يجيبه، مش هيعمل له مشاكل. دي كده اغلب الانواع بتاعه البشرات الدهنيه. ندخل بقى على البشرات الجافه. خلاصه القول انا بحب نوعين، الكليو الابيض اللي مكتوب عليه بالازرق يظهر عندكم على الشاشه، وبحب كمان طبعا السترالاين. السترالاين ده يعني اروع واحلى مرطب للبشره الجافه، شغال بقى مع الاكزيما، شغال مع الناس اللي بشرتها بتتحسس من الهواء، فين الناس اللي هي بشره جافه فيها مشاكل بتتحسس فيها قشور، البشره المتعبه دي السترالاين ده رائع بصراحه. طب عايزه حاجه في فئه اقتصاديه عن النوعين دول، في عندك الموندو، في عندك الماكروبانسينول، في عندك نوع حلو جدا اسمه الجي بي سي، ده كويس جدا بس قوامه تقيل شويه، الانواع دي برده كويسه جدا. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو افادكم ورد على اسئلتكم. لو الفيديو عجبكم وسمعتوا اي معلومه جديده بالنسبه لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس ويستفادوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو